أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج 10 و10. بالأمس تابعنا الأحداث، تفجير حافلتين في شارع النصر وشارع المطار، وأحداث باختلالات أمنية كثيرة متتابعة، مشاكل في العصيمات، في إب، في العديد من الأماكن، مقتل قادة عسكريين وضباط. اليوم نتحدث في برنامج 10 و10 وفي محورها الأول حول الاختلالات الأمنية وارتباطها بالاستحقاقات السياسية، اختتام مؤتمر الحوار الوطني أنموذجا. وأرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الملك شمسان، كاتب ومحلل سياسي ورئيس تحرير صحيفة الأهالي سابقا. مرحبا بك. مرحبا أستاذ عبد الملك. مرحبا. مع المشاهدين نريد أن نتحدث، نبدأ بالبداية. هل تعتقد أنت شخصيا كمحلل سياسي وكاتب صحفي أن هناك صلة بين أنه كلما تحسن مؤشر السياسة يتبعه هبوط في المؤشر الأمني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على الاستضافة. بالتأكيد كل الاختلالات الأمنية القائمة أو معظمها قائمة على الاختلال في الوضع السياسي، الاختلال في الوضع السياسي الذي يرتكز ايضا، هذا الاختلال يرتكز على مسألة بقاء علي عبد الله صالح في ممارسة العمل السياسي بعد خروجه من السلطة، وايضا حصوله على حصانه. اكيد طبعا ليس من المفيد الان، او ربما لم يكن من المفيد الحديث عن استمرار علي عبد الله صالح في السلطة، في سلطة المؤتمر الشعبي او خروجه، لكن الاشارة فقط الى انه الاختلالات الأمنية القائمة هي ترتبت على استمرار عمله واستمرار وجوده ونشاطه ونفوذه في مؤسسات الدولة الرسمية، على المستوى استقطاب أصحاب المشاريع المختلفة خارج إطار السلطة. إذن هنا الإشكالية، الرجل تمكن من موقعه في رئاسة المؤتمر واستمراره في العمل السياسي، من عقد تحالفات مع قوى ليس من صالح نفاذ عملية التغيير والتحولات باتجاه الاستقرار السياسي والأمن والاستقرار البلد بشكل عام. يعني هذه الأطراف واضحة، معنا أطراف في شمال الشمال، عندنا أطراف في الجنوب المرتبطة ببعض القوى الإقليمية التي ليس من صالح استمرار العملية في اليمن بالطريقة المرسومة. لديها جندات تريد حرف المسار باتجاه آخر، لديها طموح في أن يكون لها موطئ قدم في اليمن. هذه جاءت انعكاسات. ارتباطها بالحوار الوطني واضح، أنه كلما اقتربنا من نهاية الحوار ارتفعت وتيرة هذا النشاط الأمني في الجانب السلبي. إذن يعني هذا الأمر، إذا كان كلما تحسن الوضع السياسي في البلد، عودة الحركة الجنوبي إلى الحوار الوطني وبدء حركة هذه العجلة، وجدنا الآن هناك انفجارين لباصين في هذه المناطق، من المستفيد من زعزعة الأمن في اليمن؟ هل هناك أحد غير التيس المذبوح كما قال الرئيس هادي؟ المستفيد من الاختلالات والإشكالية الأمنية القائمة هو إجمالاً، ليس هناك مستفيد من الاختلال الأمني، لأن الاختلال الأمني يضر بالجميع، لكن هناك طرف نستطيع أن نقول أنه متورر أو يرى نفسه أنه سيتضرر من نجاح مؤتمر الحوار الوطني، من سير العملية السياسية بشكل إيجابي، يرى نفسه متضرر وبالتالي يريد أن يعرقل أولاً مؤتمر الحوار الوطني، ثم يريد أن يعرقل تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني. هذه الأطراف تحديدا التي هي مع التيس المذبوح بتعبير الرئيس، تقريبا هم الحوثيين والحراك الانفصالي المرتبط بعلي سالم البيض، حتى المسلح المرتبط بعلي سالم البيض، لأنه لديه أجندة أخرى. مش كل الجنوب في سلة واحدة، ليس كل الجنوبيين في نفس، ليس كل الحراك أيضا في نفس السلة، هناك حراك مرتبط بعلي سالم البيض وإيران بالتحديد. هؤلاء عملوا نوع من التحالف مع علي عبد الله صالح، سواء كان هذا التحالف بشكل مباشر أو تبعا لتقاطع المصالح التي بينهم. يعني نحن نتكلم عن ثلاثة أطراف، الحوثيين، الحركة البيضاء المسلح، والنظام السابق لعلي عبد الله صالح. نعم بالتأكيد. هل تعتقد يعني في ظل يعني الذي يعني يرى خارطة الاختلالات الأمنية بشكل عام، يجد أنها متوزعة في
أغلب مناطق اليمن. هل تعتقد أن هناك نوع من التنسيق بين هذه الثلاث الأطراف التي حللت سياسيا وقلت أنها ربما تكون هي أكبر المستفيدين من زعزعة الأمن في اليمن؟ عندما تكون هناك مجرد حركة منظمة في اتجاه الإخلال بالأمن، تبعا لذلك تبدأ، لأنه عندنا واقع هش، تبدأ الاختلالات ربما ليس لها صلة بالاختلال الكبير الذي نتحدث عنه، فقط تستفيد من الوضع وتبدأ أيضا بالانفجار في أكثر من بؤرة. لكن المهم هو العمل الإخلال المنظم بالامن، الاخلال المدروس. تعتقد ان الواضح انه اخلال فيه تنظيم، فيه تنسيق؟ اكيد اخلال واضح ومدروس، واعتقد انه كان هذا الطرف يرى انه توقيته الان هو المناسب. دشنه تقريبا باستهداف وزير الاعلام قبل الجمعه قبل الفائته، تلا ذلك استهداف رئيس الوزراء باسندوا، تجد الحوثي رفع وتيرة الحرب ضد القبائل في حجة، في العصيمات، في الرضمة، في أكثر من اتجاه، في دماج، تجد في لاحق في حضرموت، هذا الحراك المرتبط بهذه الأطراف أيضا رفع وتيرة النشاط هنا. هذا هو التوجه المدروس. بعد ذلك تأتي مرحلة ثانية، تجد في أكثر من منطقة، في أكثر، سواء كانت مرتبطة بشكل مباشر أو استفادت من هذا الاختلال وبدأت تعبر عن نفسها بطريقة أو بأخرى. أيضا في ظل ذلك أيضا لاحظ هناك هجمة شرسة على الرئيس عبد الرب منصور هادي. أستاذ عبد الملك اسمح لنا، نحن فريق العمل أعد تقرير حول الاختلالات الأمنية في البلاد وربما ارتباط ذلك بالأوضاع السياسية. نتابع التقرير أعزائي المشاهدين ثم نعود لإكمال حوارنا مع الأستاذ عبد الملك شمسان. فقوا معنا. الأمن حياة للمواطن واستقرار للوطن، ووطن يفتقد الأمن وطن يحتاج إلى وطن، ومواطن يتملكه الخوف لا يمتلك قرار البناء. بحسب الرئيس هادي، فاختلال الأمن بالأمس قد أجج ثورة شعب. لقد كان عامل الاختلال الأمني وضعف أداء السلطة القضائية من أهم أسباب وصول رياح التغيير إلى اليمن، مما أفضى إلى تنامي مفهوم حتمية التغيير في الوعي المجتمعي. من الذي يحاول تأجيج الوضع إذن من خلال الاختلالات الأمنية؟ لا يكاد يمر يوم دون خبر جديد، اغتيال ضباط بعينهم، وصولا لمحاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية، استهداف للسياسيين بما في ذلك الرجل الثاني في الدولة ووزراء حكومته، تفجيرات تستهدف المنشآت المهمة والمصالح الحكومية، قطع طرق، يقطع عن المواطن وصول السلع التي تسير حياته اليومية، معارك مفتعلة تبدأ بشرارة فتنة وتنتهي بمجازر ومشردين. تحولت وسائل المواصلات إلى أسرع وسيلة لإيصال الناس إلى الدار الآخرة، بدءا بالدراجة النارية، مرورا بسيارة مفخخة وباصات مستهدفة بعبوات ناسفة، وانتهاء بطائرات تاركة خلفها شهودا من الأجلاء وآثارا من الحطام. هي إذن محاولات لفرض وضع أمني مختل، محاولات لا تستثني جهة ولا مكانا ولا شخصا، اغتيالات في البر وإسقاط من الجو وتهريب أسلحة الموت عبر البحر. من غير المعقول في نظر مراقبين أن ينظر للأعمال التي تستهدف زعزعة الأمن في اليمن بمعزل عن بعضها مهما اختلف نوعها وتغير أسلوبها، ويكفي المتابع قليلا من الذكاء كي يرى اجتماع أطراف الخيوط في يد أو بضع أيد تحرك خيوط اللعبة المقيتة، لعبة الموت والاغتيال. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد إلى متابعة حلقتنا في محورنا الأول في برنامج 10 و10 والاختلالات الأمنية وارتباطها بالواقع السياسي. معي في الاستوديو الأستاذ عبد الملك شمسان. أستاذ عبد الملك، تابعنا التقرير، هل تعتقد أن الأجهزة العسكرية والأمنية يمكن أن نعطي لها بعض العذر فيما يحدث مع اتساع المشاكل الأمنية وكثرتها ومحاولة مثل ما قلت الثلاث الجهات التي هي الأكثر استفادة من الوضع أن توضح للعامة الناس أن هذه الدولة وهذه الحكومة والفترة الانتقالية والتغيير هو أسوأ مما كان سابقا؟
هل نجد لهم عذر؟ الحكومة أمام إشكالية أو الدولة بشكل عام. هناك أشياء أو مبررات ربما تكون متفهمة أو منطقية لدى الحكومة تريد أن تعبر بها عن عجزها سواء عبرت أو لم تعبر، وهناك أشياء مش واضحة أو مش مفهومة، لأنه كان ينتظر من الحكومة أداء أعلى من هذا بكثير. عندما نقول هنا الحكومة أقصد الدولة بشكل عام، ليس فقط كل الأجهزة في الدولة، كل الأجهزة، لأن المسؤولية الأمنية بتحديدا هي مسؤولية مؤسسة الرئاسة، مسؤولية مؤسسة الحكومة، مسؤولية الأمن القومي، الأمن السياسي، هذه مؤسسة تبع رئاسة الجمهورية، مسؤولية اللجنة العسكرية والأمنية التي انبثقت عن المبادرة الخليجية، وكان ينتظر من هذه اللجنة تحديدا قبل كل المؤسسات أن تفعل شيئا. لكن هذه المؤسسة تقريبا تفكفكت بطريقة معينة، كل أكثر أعضائها الآن كل أصبح في منصب، كل أصبح في مهمة تنفيذية أخرى بعيدة عن عمله في اللجنة العسكرية. هذا انعكس بدوره على الأداء الحكومي، وإن كان هناك مسؤولية كبيرة على رئاسة الحكومة وعلى وزارة الداخلية باعتبارها واجهة المؤسسة المعنية بالأمن في الدولة. صحيح. لكن الحكومة يبدو أو هذه الدولة المؤسسة التي أتحدث عنها يبدو أنها تعول على الخارج في إحباط المخطط، مخطط إدخال البلد في عمليات العنف والفوضى. الخارج سينفعون في من يحاول الإخلال بالأمن خارجيا، لكن داخليا هناك التأثير الخارجي في اليمن تأثير عالي جدا وفوق ما يمكن أن يتصور، خاصة بالنسبة لدول الإقليم، تحديدا المملكة العربية السعودية لها قوة تأثيرية هائلة في اليمن، هي على مقدمة الجهات التي تبنت المبادرة الخليجية، تستطيع أن تفعل الشيء الكثير في إحباط هذا المخطط العام الذي هو مخطط إشعال البلد بالفوضى يعني تستطيع والعنف. أن تتعامل مع بعض الأطراف المستفيدة من زعزعة الأمن وتلجمها عن تستطيع أن تفعل، إن لم تكن قادرة على أن تضغط على هذا الطرف فهي قادرة على أن تساعد الطرف الآخر الذي يتبنى عملية مقاومة هذا المخطط. طيب يا سيد الملك، يعني مثل ما تقول أنت بهذه الطريقة، لكن لماذا الآن كلما تحدث مشكلة أمنية يعني تعمل لجنة للتحقيق ومن ثم لا نرى شيئا؟ هذه من إشكالية الحكومة، والحكومة ورثت جهاز أمني طويل عريض، ورثت مؤسسة تنفيذية تقريبا تعمل كجزر معزولة، تعمل بشكل متناقض بشكل متضارب، ليست جميعا تحت السيطرة الداخلية والدفاع، لا تعمل بتنسيق على مستوى الوزارة الواحدة من داخل الوزارة، على مستوى الوزارة الواحدة هناك نوع من التباينات داخل الوزارة، نوع من التناقضات، مع هذا يظل الأمر بيد المسؤولين عن هذه المؤسسات. أنا كنت أريد أن سلام عليك، تسمح لي احنا حاولنا الاتصال باللواء علي سعيد عبيد الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية، والدكتور محمد القاعدي رئيس دائرة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وفي الاخير وبعد جهد جهيد ومحاولات بالاتصال بالجهات الامنية المعنية والعسكرية من اجل توضيح للجمهور وللناس وللمواطنين ما الذي يحدث، تمكننا بالتواصل مع الدكتور العميد عبد الله صالح حران وهو معنا الان عبر الهاتف، هو مدير كلية الشرطة. دكتور عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بات لدى الشارع اليمني سؤال ملح يقول: كل الحوادث الأمنية التي حدثت في المرحلة الماضية شكلت لها لجان تحقيق، أليس من المفترض تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق مع هذه اللجان؟ والله في الحقيقة اللجان الذي بتحقق هي تحب أن تصل إلى معلومات حقيقية. نعم. يعني لأنه التحقيق ما هوش بالعملية سهلة في جرائم منظمة ودقيقة، فما هوش بالسهولة، أيضا ليس بالسهولة إعلان كل يعني قضية أمنية، لأني مرتبطة بأمور لمصلحة البلد.
نعم. فكثير من الأحداث الأمنية العادية الذي كانت في بداية الحوار وكذا، نعم. كان الغرض منها أنه الأمن يعني يتخذ إجراءات معينة على أساس ذرائع لبعض المتضررين من الحوار ومن خروج البلد إلى بر الأمان، يتخذوها ذرائع لتعليق أعمالهم في لجنة الحوار. نعم. فكانت الداخلية أحيانا يعني توازن بين المصلحة العليا للوطن وبين إجراءات أمنية يعني بسيطة، لكن في الحقيقة عندما تكون هناك إجراءات يعني قصدي قضايا أمنية كبيرة داخلية لن تتوانى لكن الحوادث دكتور عبد الله مرتكبيها للعدالة. دكتور عبد الله، يعني أنت الآن أظهرت مبررا أن ربما يكون المسببين لهذه الاختلالات لو تم الإعلان عنهم أو الكشف عنهم ربما يحدث ذلك إشكالية معينة، ونحن في حالة حوار وطني وما إلى ذلك. يعني لكن هناك مشكلة ستكون أكبر، وهي سيظهر الدولة والداخلية ووزارة الدفاع في وضع هش وضعيف أمام الرأي العام وأمام المواطنين، وربما هذا يدفع بعض العصابات الإجرامية سواء كانت مرتبطة سياسيا أو غير ذلك للاستمرار والمزيد من هذه المشاكل الأمنية. هو في الحقيقة الشعب اليمني هو واعي ويقدر الظروف ويعرف ماذا يخطط لهذه البلاد، يعرف، وعلى هذا الأساس هو لن يلوم الداخلية والدفاع إلى درجة كبيرة ما عدا البسطاء من الناس أو لكن اليمنيين هم أذكياء بفطرتهم، هم يعرفوا ماذا يراد للوطن وماذا يراد من الداخلية ومن الدفاع. فإحنا زي ما قلت لك إحنا بنتعامل بحكمة على أساس نوازن بين المصالح بشكل عام. أما الذي بيروا أنه هناك ضعف في الداخلية أو في الدفاع هم قاصرين النظر، وهؤلاء لن يأثروا في المجتمع اليمني لأنهم ينظرون من منظار الأنانية والمصلحة الشخصية على حساب الوطن. لكن الشعب اليمني بالكامل يعرف حق المعرفة أن الدفاع والداخلية أحيانا تحجم عن بعض الإجراءات الأمنية حفاظا على المصلحة العليا للوطن. لكن نقول يعني سيأتي اليوم الذي سيحاكمون فيه مثل هذه الجهات أو الشخصيات بإذن الله تعالى، بإذن الله ستقوم دولة النظام والقانون ويأخذ كل واحد بجريرته إن شاء الله. طيب. إحنا متوقعين أحداث كلما اقتربنا من نتائج الحوار إحنا متوقعين أحداث تزيد وتسخن، لكن أنا أطمنك وأطمن الجمهور اليمني إنه في خطط دقيقة لوزارة الداخلية كلما اقتربنا من نتائج الحوار كلما نزلنا هذه الخطط إلى المجتمع اليمني وإلى الساحة، لأننا نعرف يعني ماذا يدور والمجتمع اليمني يعرف أيضا. اذا دكتور العميد عبد الله صالح حران، شكرا جزيلا لك، وان شاء الله انه نطمئن بهذا الكلام، لكن نريد افعالا ايضا على الميدان تزيد من اطمئناننا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. تعليقك على الكلام. على الكلام واضح انه الداخليه والمؤسسات الامنيه كما يتحدث الاستاذ واضح انها سحبت عملية التوافق السياسي في البلد على الجانب الأمني، ويقول أن الداخلية تحجم عن إجراءات معينة حفاظا على مصلحة الوطن، هو تحديدا يقول حفاظا على عملية التوافق. هذا التوافق سياسي ليس توافق أمني، أنه ذاك يقتل وذاك يفجر ذاك يفعل والآخر لا عليه أن يصير سلميا، هذا ليس توازن هذا ولا توافق كما يقول الأستاذ. هذا اختلال أمني طيب مضر بالجميع وبالعملية السياسية بكاملة. الكلام يعني حقيقة أنه واضح يمكن أن نستشف منه أن ربما مثل ما أنت حللت أن هناك أطرافا، هي يعني المسألة ليست عبارة عن عصابات فردية متفرقة، هناك تنسيق وتخطيط وبرمجة. واضح هو قالها بشكل صريح طيب. قال لدينا جرائم منظمة. جميل. طبعا هذا كتعبير من قيادي في مؤسسة أمنية أو حتى سياسي، كلام واضح عندما يقول أنها جريمة منظمة. منظمة إذن هناك أطراف
تدرس هذا العمل، تريد أن تصل منه إلى نتائج، تريد عمل منظم والاستمهال حتى انتهاء الحوار الوطني يدل على أن مقتضى سياسية. هناك كلمة واضحة بيقول أنه الشعب اليمني لن يلوم الداخلية، لن يلوم كذا، كأنه يقول هناك ما هو أكبر، هو عذر أكبر يمكن تصفحه عنا، أنه لدينا ما هو أكبر من أن نتحمله نحن في الداخلية أو نتحمله الدفاع أو اللجنة العسكرية. لهذا أنا قلت في قبل قليل أن الحكومة تعول كثيرا على مسألة الخارج في أن يحبط هذا المخطط. ربما زيارة اللواء علي محسن الأسبوع الأول كانت للمملكة العربية السعودية، ذهب حاملا رسالة من الرئيس إلى الإدارة السعودية تقريبا، هذا من أبرز توقعي أنا تقريبا الملف الأمني من أبرز محتويات هذه الرسالة. هل تعتقد أنه عقب هذه الزيارة اللقاء اللي تم مع بين السفير السعودي وصالح حبرة ومجموعة من قيادة الحوثي كان منتجا لهذا الأمر؟ بالتأكيد هناك صلة. الأمر الأول بعد زيارة اللواء علي محسن للمملكة العربية السعودية، نحن سمعنا من الرئيس تجديد للاتهامات الموجهة إلى إيران. صح. ومطالب بعدم التدخلات واتهامات معينة في هذا النسق، كما لو أن الأمر يشير به إلى محتوى الرسالة التي ذهب بها علي محسن إلى المملكة العربية السعودية. تاليا حصل اللقاء بين السفير السعودي في صنعاء وقيادات ممثلة عن جماعة الحوثي هنا في صنعاء. الواضح أنه هذه إحدى النتائج هذه الزيارة، أنا في تقديري أن هناك نوع من التحرك السعودي لعزل الحوثي عن صالح في مخطط الفوضى والعنف اللي حصل أو الذي يراد تنفيذه في البلد. نظرية الثلاث الأطراف الآن نحاول تفكيكها. نعم، لأن علي عبد الله صالح هو يريد أن يعبث ويريد أن يفعل أشياء كثيرة متواريا خلف الحوثي وخلف هذا الحراك، باعتبار أن لهؤلاء قضايا معينة ولافتاتهم واضحة، وهو في الظاهر أنه مع المبادرة الخليجية، مع العملية السياسية، مع المؤتمر الحوار، لكنه يتوارى خلف هؤلاء لتنفيذ أجندة أخرى مختلفة. لماذا تلجأ السعودية مباشرة للتعامل مع صالح؟ ممكن تتعامل مع صالح، لكن هذا جزء من المخطط، جزء من المعالجات التي أتوقع أنها سعوديا تفرض على كنوع من المعالجات. كيف تعتقد ملف الحراك المسلح التابع للبيض كيف سيتم تحييده او على الاقل نزع شوكته من الخلطة السياسية؟ ستظل هناك اطراف قادرة على ان تفعل شيء، لكن فقط كيف تستطيع ان توقف المخطط الكبير الذي ممكن ان يوصل البلد الى الانهيار. هذا هو الهدف. مسألة ان يبقى هناك طرف سواء في الحراك او في الشمال او في الوسط، ان يبقى لاي طرف رغبة او عدم رغبة في مخرجات الحوار، في عملية سير العملية السياسية، في مخرجات الحوار، ليست اشكالية، يعني بالامكان التعامل معها. لكن الحديث عن مخطط تفجير الوضع، عن مخطط إدخال البلد في فوضى، عملية والعميد يقول أنه كل هنا يحتاج تحرك. وواضح التحرك حتى الدولي، يعني لاحظتنا بعد استهداف رئيس الوزراء الأسبوع الأول مباشرة كان أول اتصال يتلقاه الرئيس بهذا الشأن من الدكتور عبد اللطيف الزياني. نعم صحيح. وصلت الإشارة للخارج إلى أن المخطط وصل إلى مرحلة خطيرة. هذه كاستهداف عملية استهداف باسندو ومن قبل اليوم الأول وزير الإعلام، كما لو أنه إشارة محاولة لقص النبض وقياس ردة الفعل، هل نقدم هل نبدأ أو ننتظر شوية. لا. كان اتصال الزياني مباشرة، كان هناك إدانة من جمال بن عمر، الخارجية الأمريكية تحدثت في هذا، أكثر من طرف على مستوى الداخل والخارج، الجميع استنفر، مع أن يعني هي مقارنة بعملية أمنية أخرى ربما هي الأسهل بكثير، يعني مقارنة بأعمال العنف الدم اليمني الذي يسال كل يوم، مقارنة بهذا تبدو، لكن مؤشراتها السياسية هي المؤشر الخطير في الموضوع. لهذا الموقف الدولي كان حازم وواضح من البداية من الساعة الأولى. طيب دعنا نتكلم حول موضوع وزارة الداخلية. وزير الداخلية جاء يعني بعد الثورة وجاء من صفوف الثورة،
لا أدري، أنا لا أظن أنه ربما يتمالى مع مثل هذه المجموعات الثلاثة التي تحدثنا عنها. هل يمكن أن نقول أن هناك بعض أجهزة الداخلية فيها اختراق، لا يستطيع الوزير الداخلية أن ينفذ ما يريده تماما عليها؟ هذه كيف تحليلك لك للأمر؟ بالتأكيد هناك وزير الداخلية، من المستحيل أن يقال أن وزير الداخلية أو غيره يتمالى أو يتواطأ مع هذه الأمور، لأن هذا يتواطأ ضد نفسه. إذا كان صح على هذا يتواطأ ضد نفسه، ضد سمعته المهنية، ضد تاريخه، ضد رصيده الوظيفي المهني التاريخي الوطني، مستحيلة. فقط إشكالية الداخلية على أن هناك بعض الضعف في الأداء، ممكن نقول أن هذه التباينات اللي حاصلة في بنية الوزارة لا تتيح التحرك، لا تتيح اتخاذ القرار بشكل سليم، لأنه ربما لم يتم هيكلتها بعد. هذه جانب، هيكلة المؤسسة الأمنية، التغييرات لم يحصل تغيير كبير على مستوى البلد بشكل عام، لم يحدث هناك تغيير. كيف التغييرات داخل الداخلية؟ قليلة. لا هل أيضا التي هل يمكن يعذر وزير الداخلية باعتبار أن التغييرات الكبيرة داخل وزارة الداخلية ربما تسبب إرهاق أمني شديدا؟ أستطيع أتفهم بعض الأمور، لكن أن يعذروا على عوانين بهكذا الطريقة، لا مستحيل. أنت وزير إن لم تستطع أن تفعل شيئا في وزارتك بما يمليه عليه الواجب وبما تمليه عليك مؤسستك وما هي مهمك في هذه المؤسسة، قل هذه إمكانياتي وهذا ما أفعله وهذا ما لا أستطيع أن أفعله، واخرج، قدم استقالتك، يعني لا تظل تتوارى هكذا. مسألة أن أعذر وزير أو رئيس وزراء أو رئيس الجمهورية، حكاية أن نعذرهم هكذا على الإطلاق، هذا صعب يعني. وأيضا يجب أن يوضحوا أمر صعب، نعم، موقفهم ويبينوا حقيقة أمر صعب، لكن في النهاية واضحة. الشعب كما قال الأستاذ أول، الشعب اليمني يدرك العميدة. يدرك الأطراف التي تعبث، يدرك مخططاتها، يدرك مراداتها من هذا، بإذن الله يجتاز الناس هذه المرحلة. الأستاذ عبد الملك شمسان، كاتب ومحلل سياسي، رئيس تحرير صحيفة الأهالي سابقا، شكرا جزيلا لك في هذا المحور. أعزائي المشاهدين، كختام لهذا المحور، مثل ما تفضلنا في هذا الكلام وتفضل العميد الدكتور عبد الله صالح حران، الجميع عليه مسؤوليات وبالذات في الجانب الأمني. ربما يكون الأوضاع السياسية في البلد يعني تدفع من جهة إلى جهة أخرى أن نعمل بنفس طويل ونفس عميق، لكن نتمنى من الأخوة في وزارة الدفاع، في وزارة الداخلية، أن يوضحوا للناس على الأقل مثل ما أوضح العميد مشكورا عبد الله الدكتور عبد الله هران، أنه يجب الناس أن يتفهموا وأن يرسلوا رسائل توعية لجموع الجماهير، لجموع الشعب، أن يكونوا متيقظين، وأن العدالة ستأخذ مجراها إذا كانت في هذا الوقت في حالة يعني انتظار أو في حالة ترقب، لكنها ستنفذ حتما يوما من الأيام وهو قريب بإذن الله عز وجل. محورنا الثاني إن شاء الله سيكون حول اللجنة المصغرة التي شكلت في فريق القضية الجنوبية، فسنكون فيها بعد الفاصل، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد إلى برنامج 10 و10، والمحور الثاني حول تشكيل اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في فريق القضية الجنوبية. تم تشكيل الفريق اليوم واجتمع مع بن عمر وبن مبارك، وتم اختيار العدد، الأسماء، بقي مقعد واحد، تطورت جديدة إن شاء الله إيجابية ورائعة على خطى سير وإنهاء مؤتمر الحوار الوطني، وبالتالي البدء في العملية الفعلية لليمن الجديد والمستقبل الرائع الذي ننشده لليمن. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ صلاح بتيس، عضو مؤتمر الحوار الوطني وعضو فريق الحكم الرشيد. مرحبا بك أستاذ صلاح. في البداية، يعني أنت باعتبارك من أبناء الجنوب وأنت عضو في مؤتمر الحوار الوطني، أنت لست عضو في قضية الجنوبية، لكن رؤيتك حول الآن بعد الأحداث، خرج المكون الحوار
الحراك الجنوبي من المؤتمر وظلوا حوالي شهر والآن رجعوا. طيب تعتقد الآن مع التشكيلة الموجودة بالأسماء الموجودة هل هناك مبشرات أن الأمور ستتحلحل ونخرج إلى طريق مضي رائع جديد في القضية الجنوبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمح لي أن أعزي الشعب اليمني جميعا والقيادة السياسية كذلك، وأعزي أهلي وإخواني في محافظة حضرموت في استشهاد الأخ العقيد عمر بن عمر مدير الأمن السياسي بمنفذ الوديعة الذي استشهد يوم الجمعة الماضي في عملية اغتيال ضمن مسلسل طويل، وقد رأيتم المحور الأول للأسف الشديد، وهذا يقلق كل أبناء اليمن، ونحن نفقد مثل هؤلاء الرجال والكوادر التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء. وكذلك أعزي في وفاة أخي الأستاذ عارف الجرو الذي توفي اليوم في عدن وهو مدير فرع جمعية الأقصى، الرجل الذي عرفه الجميع بصدقه وإخلاصه وتفانيه ونشاطه في خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، نسأل الله أن يتقبله في الصالحين وأن يغفر له ويرحمه. أما بالنسبة للموضوع فهو الحقيقة أن القضية الجنوبية هي قضية كل اليمنيين وهي قضية بحجم الوطن، يعني والثورة الشبابية الشعبية السلمية عندما قامت لم تقم من أجل حل قضية صعدة أو قضية الجنوب فقط، هي قامت لتحل كل مشاكل اليمن، واعتبرنا أن اليمن كله بحاجة إلى أن يكون هدفنا في أن نبني يمن جديد ومستقبل جديد لكل أبناء اليمن. لكن القضية الجنوبية هي قضية أساسية ومحورية ورئيسية، لذلك جعلت في الحوار الوطني بفريق مستقل اسمه فريق القضية الجنوبية، عددهم 40 شخص، 20 من الشمال و20 من الجنوب على مبدأ المناصفة الذي تم الاتفاق عليه. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية من الحوار الوطني بعد الجلسة الأولى، الجلسة التي تمت الأخيرة، ليتم هناك شبه خلاف بسيط حول بعض القضايا، وإلا أنا حقيقة أطمئن أن الحوار الوطني مثل ماذا صراحة دون وضح الجمهور، بس مثل ماذا خلاف القضايا؟ خليني أقول أولا أطمئن أن الحوار الوطني يسير بخطى إيجابية واستمراره إلى اليوم يعتبر إيجابية كبيرة جدا أذهلت العالم. صحيح أن من يمثل الحراك الجنوبي داخل فريق القضية الجنوبية وداخل الحوار الوطني هو لا يمثل كل فصائل الحراك الجنوبي، صحيح. وهذه هي المشكلة الرئيسية، أن الإخوة الذين يمثلون الحراك الجنوبي هم لا يمثلون إلا المكونات التي جاءوا منها، نعم، في الحراك الجنوبي، صحيح. لأن الحراك الجنوبي مكونات مختلفة، وهناك يعني شارع في الجنوب لا زال إلى الآن يرفض هذا الحوار بهذا الشكل ويرفض أن يكون له ممثلون في الحوار الوطني، لا يعترف لا بهم ولا بنا، ونحن جميعا من الجنوب ونحن من حضرموت ونحن من، ومع ذلك هناك من يقول أنتم لا تمثلوننا. ولذلك ينبغي أن ندرك هذا، إذا أدركنا هذه القضية حلت معضلة كبيرة، أننا ينبغي أن نأتي إلى الحوار الوطني أو أننا أتينا إلى الحوار الوطني أن تكون مخرجات الحوار الوطني تلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني حتى يقبل بها، تلبي طموحات وتطلعات الجنوب حتى يقبلوا بها، بغض النظر عن أن ويلتفوا حولها، ويلتفوا حولها نمثلهم أو لا نمثلهم، فلا للإقصاء ولا للوصاية ولا للانفراد والاستبداد من جديد. هذه قضايا مهمة جدا، لذلك كانت المشكلة هنا أن هناك صوت يقول أنه لا يحق لأحد أن يتكلم عن الجنوب أو عن القضية الجنوبية إلا أنا، هذه مشكلة، مع أنه يوجد في الحوار الوطني 284 جنوبي نصف المتحاورين، بينما الفصيل الذي يدعي أنه يمثل القضية الجنوبية ولا يحق له لأحد أن يتكلم في القضية الجنوبية إلا هو، عددهم 40 فقط، مع أنه يعني هناك من 40 من لا يقول بهذا القول ويقول أن لنا إخوة من الجنوب ينبغي أن يكونوا معنا شركاء في حل القضية الجنوبية، لكن للأسف هناك خلاف وصراع داخل هذا الفريق. من ضمنهم؟ لا أبدا، أنا من ضمن الفريق، نعم من الجنوب ومن حضرموت
الذين قلنا أيضا كلمة أخرى ينبغي أن تدرس وينبغي أن تناقش، أننا حتى في الجنوب ينبغي أن نعيد تركيبة الجنوب وتشكيلة الجنوب بعيدا عن الإقصاء والتهميش والاستبداد الذي مورس منذ 67. فهناك حضرموت والمهرة وسقطرة وشبوة اتفقوا على أن يكونوا إقليم مستقل بعيدا عن المركزية التي مورست في الماضي في من عدن أو مورست أثناء الوحدة من صنعاء. وربما وطالبنا بأن يكون اليمن متعدد الأقاليم، دولة اتحادية متعددة الأقاليم، على أن نكون نحن إقليم لا يتبع لإقليم آخر أكبر. وهذا ربما يحل في الحوار يعني بالاتفاق. أعود إلى النقطة، رؤيتك حول اللجنة المصغرة التي شكلت اليوم بأشخاصها، هل سيساعدون بخلال خبرتك في الحوار الوطني، هل سيساعدون على حلحلة المشاكل؟ طبعا أنا أعتبر أنها آلية من الآليات ووسيلة من الوسائل للتسريع، لأن مؤتمر الحوار الوطني أصبحت الفترة الزمنية المتبقية من عمر هذا المؤتمر قليلة جدا. بالمقابل هناك قضية كبرى لم تحسن بعد، وهي القضية الجنوبية وحل القضية الجنوبية وشكل الدولة ونظام الحكم، وهذه تعتبر أهم. يعني الفرق الأخرى أنهت عملها، يعني مثلا نحن في الحكم الرشيد جاهزون، الإخوة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ التنمية الشاملة جاهزون، الإخوة في استقلالية الهيئات جاهزون، الإخوة في الجيش والأمن جاهزون، يعني الفرق الأخرى جاهزة. وقضية صعدة بقيت أي نعم، بقيت هذه القضايا الحساسة والمهمة، والوقت لا يزال لم يعد إلا الوقت القليل. لذلك رأوا أن تختصر، وهذا كان من أسباب عودة الإخوة في الحراك الجنوبي للحوار، أن لبي هذا الطلب لهم بأن يختصر فريق القضية الجنوبية في 16 بحيث يكونوا 8 مقابل 8، وهذه آلية فقط ووسيلة. لذلك لا لم يعترض عليها أحد، الاعتراض فقط طيب. حول من الذي يسمي هؤلاء؟ الأصل أن كل مكون يسمي عضوه وانتهى الأمر. صحيح. سامحني أنا ربما سأثقل عليك بالسؤال، لكن من خلال أنا أريد أن أطمن الشارع اليمني الذي يسمعنا الآن، من خلال الشخوص الموجودين الأسماء، هل تعتقد أنهم قادرين على أن يتفاهموا مع بعضهم البعض والخروج لنا بتصور للقضية الجنوبية يعني يفيد في حل هذه القضية؟ لا، من خلال أولا العودة التي كانت العودة الرائعة للإخوة في الحراك الجنوبي، حتى قاموا بتوزيع ورود على أعضاء الحوار الوطني وردتين مع بعض، يعني وإن كانت تحمل رسالة ربما هم يهدفوا لها، لكنها أيضا إيجابية ورسالة إيجابية في نفس الوقت، أننا نريد الحوار ونريد الخروج إلى 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 بر الأمان وإلى الحل. هذه أولا قضية تحسب لهم جزاهم الله خير. القضية الثانية، الأسماء الآن التي ظهرت في لجنة 16 8 بـ8 هم أناس يعني نقول أنهم مطلوب منهم جميعا حسن النوايا، وأن يضعوا القضية الوطنية الكبرى والقضية الجنوبية ومصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم، بعيدا عن المماحكات، بعيدا عن المناكفات، بعيدا عن يعني الحظوظ الشخصية والسياسية وغيرها. إذا صحت النوايا فستحل هذه القضية كلها بسرعة يعني. ولذلك أنا أقول أن هناك من الرجال الذين مشهود لهم بالخير ومشهود لهم بالصلاح، نحسبهم ولا نزكيهم على الله، موجودون ضمن هذا الفريق، لا يمكن أن تمر عليهم مخالفة أو مشروع يعني لا يخدم الوطن ولا يخدم القضية الجنوبية أبدا. ونحن نقول في مجملهم فيهم خير إن شاء الله. إن شاء الله. الحراك الجنوبي كان ينادون بالندية والتفاوض، هل تعتقد بأن هذين الشرطين تحققا مع هذه اللجنة؟ بنسبة كبيرة تحققا، مع أنه أنا أرى أنه من الغبن أن يكون هناك ندية ومناصفة بين شمال وجنوب في ظل وجود 20 مليون أو 25 مليون في الشمال و 4 مليون أو 5 مليون في الجنوب حقيقة يعني. لكن أرى أن هناك رضا وقبول على أساس أن هذا حوار ندي بين دولتين في السابق اتحدتا شمال وجنوب، إذا سلمنا بهذا الأمر. ومع ذلك سارت المسألة بشكل رائع جدا فيما يتعلق بالمناصفة، ثم أقر مبدأ المناصفة حتى فيما بعد الحوار الوطني، يعني حتى أيضا أطمئن الإخوة أبناء المحافظات الجنوبية تحديدا أن القضية لم تعد اليوم مشكلة لدى الشمال. المشكلة اليوم ربما تفهمون أبناء الشمال في هذا جدا المشكلة الآن عندنا في الجنوب. المشكلة عندنا في الجنوب أن كل زعيم تاريخي
أو ما يسمى بالزعماء التاريخيون يريد أن يكون هو الرأس، وهذه مشكلة ينبغي على أبناء الجنوب أن يدركوها وأن ينتبهوا لها. لم تعد هناك مشكلة في الشمال الآن، سلموا بالندية، سلموا بالمناصفة في الحوار، في ما بعد الحوار، في الوزارات السيادية، في قصدي في المؤسسات السيادية، في المناصب السيادية، في كل شيء مناصفة. حتى بعد الحوار، حتى بعد الحوار، بل حتى الآن هناك من المقترحات القوية التي تطرح أن تكون هناك فترة انتقالية ثانية تهيئ لشكل الدولة القادم. أنت ستنتقل من دولة مركزية واحدة إلى دولة فيدرالية مركبة، أو تريد وقت. هذه الفترة الانتقالية أو هذه الفترة التمهيدية لبناء دولة جديدة يمنية قائمة على نظام جديد وشكل جديد وسلطات جديدة ومهام جديدة، هذه تحتاج إلى فترة. مع هذه الفترة كلها هناك من مبدأ المناصفة مقر ومتفق عليه، لكن آلية هذه الفترة هل تكون بالانتخابات أو تكون بالتوافق؟ هناك من صوت يقول أن اليمن في وضعه الحالي إلى سنوات قادمة لا يقبل بمنافسة سياسية وصراع سياسي وانتخابي، إنما ينبغي أن يكون هناك توافق معين وطريقة معينة ونظام معين لإدارة شؤون الدولة وترتيبها وتركيبها بالشكل الجديد. ستدار في الحوار، وهذا يدار الآن. يعني قصدي أن المناصفة ومبدأ المناصفة هو في حد ذاته مكسب لأبناء الجنوب، ينبغي أن يستغلوه قبل به أبناء الشمال مع أنهم أضعاف. والمطلوب الآن من القيادات الجنوبية أن تغني بالمصلحة الوطنية وتبعد الأنانية، تبعد الأنانية وتبعد حظ النفس، ولا تأتينا بصراعات الماضي، تستورد صراعات الماضي لتفرضها اليوم على الساحة السياسية حتى تكون سبب في عرقلة الحوار أو عرقلة مخرجاته أو رفض القبول بالحلول القادمة. شيء رائع حقيقة، أنت تلهمنا أمل كبير إن شاء الله أن الأمور ستكون جدا جدا. ما عبر الهاتف الآن الأستاذة نادية عبد الله، عضوة مؤتمر الحوار الوطني وعضوة اللجنة المصغرة في فريق قضية القضية الجنوبية. أستاذة نادية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نسأل الله أن يعينكم في هذه اللجنة ويوفقكم إن شاء الله أن تخرجوا إلى حلول يعني رائعة وناجعة للقضية الجنوبية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. السؤال الأول، يعني هل اتضح الآن كيف سيكون جدول الأعمال بالنسبة للجنة المصغرة من يوم غد إن شاء الله إلى أن تنهوا أعمالكم في هذه اللجنة؟ بالنسبة أولا أسيا وطرح توضيح مهم. السبب اليوم مجتمع مكون الشباب، وحصلت انتخابات نزيهة داخل مكون الشباب واختاروا مثلهم لهذه اللجنة باعتبار أن إحنا الذي هو أنتي، لأنه كان إحنا شابين داخل فريق القضية الجنوبية الأستاذ ناصر شريف وأنا، فكان المكون الشباب هو من أقر إنه تحصل انتخابات ما بين الانتخابات نزيهة، بحيث يكون هذا الممثل الذي يمثل الشباب في هذا الفريق المصغر يجب أن ينطلق من معايير عليه أن يلتزم برؤية مكون الشباب كامل، عليه أن يلتزم بتوجهات شباب الثورة كاملة، ولا يلتزم برؤيته الشخصية. ونشكركم فعلا يعني لهذه الطريقة الرائعة لتصعيد حتى داخل اللجنة المصغرة تصعيد الشباب من بين الشباب، هذه شيء رائع. لأنه كان الشباب مصرين أن يكون مرشحهم عن طريقهم هم، بحيث يكون للشباب صوت داخل هذه اللجنة المصغرة، ليس فقط لا يعبر من دخل هذه اللجنة المصغرة لا يعبر عن آرائه الشخصية، وإنما يعبر عن آراء الشباب كامل. ونتمنى تستمروا هكذا دائما. طيب يا أستاذة نادية، جدول الأعمال. بالنسبة لجدول الأعمال اليوم اجتمع الفريق المصغر، طبعا لم أكن مجتمعة معه مع هذا الفريق اليوم بسبب أنه كنا لازلنا في داخل الانتخابات ولازلنا داخل مكون الشباب نجري الانتخابات، فانتهينا من الانتخابات تقريبا على انتهاء هذه اللجنة من اجتماعها، لكن ما وصلني انه اللجنة اجتمعت وستبدأ اعمالها من غدا ولم تقر الى الان اي اشياء اساسية، غير انه هناك متحدث رسمي سيكون للجنة هو الاستاذ محمد قحطان. واحنا للاسف احنا حاولنا نتواصل مع الاستاذ محمد قحطان فيعني كان جواله مقفل طول اليوم يعني، فما قدرنا انه يشترك معنا عشان نعرف بعض الامور. على العموم الاستاذ جمال بن عمر يعني في كلمته اليوم مع اللجنه وضع قال ان لها فتره لا تتجاوز اسبوع لكي تنهي من اعمالها، هل ترين ان هذه الفتره كافيه لانجاز المهمه والخروج بتصور النهائي الشافي الناجع للقضيه الجنوبيه؟ إذا أنا من رأيي إذا كانت هناك نوايا صادقة
من أجل الوطن ومن أجل مصلحة الوطن، أعتقد أنه أسبوع كافي وأقل من أسبوع. لكن إذا وجدت أطراف ليس لديها نية صادقة للخروج لليمن للخروج بها إلى بر الأمان، فأعتقد أنه لو سنحتاج ليس فقط لأسبوع، سنحتاج لعشرات السنين. فأعتقد الأساس هو النية الصادقة التي ستكون عند جميع القوى السياسية الموجودة في هذه اللجنة، سواء لجنة مصغرة أو فلجنة القضية الجنوبية كامل، لأن اللجنة مصغرة واجبها الوصول إلى حل توافقي ثم عودته إلى الفريق كامل ليقر هذا الحل. وأي عضو داخل الفريق له اعتراض يجب أن يتم التوافق معهم، لأنه ليس كل القوى التي موجودة داخل فريق القضية الجنوبية مثلت في فريق المصغر. بالأول والأخير يعود الموضوع إلى النية الصادقة ومن سيعمل من أجل هذا الوطن. إذا عمل الجميع وجميع القوى السياسية عملت من أجل هذا الوطن وفهمت جيدا أنه يكفي صراعات يكفي دمار، يجب أن نخرج من الوضع السيء الذي عشناه أكثر من 50 سنة، يجب أن نخرج إلى نهضة اقتصادية وعلمية، يجب أن نفكر بمصلحة اليمن. أعتقد سننهي الموضوع في أقل من أسبوع، لكن إذا كانت هناك نية للعرقلة، نية لعدم التغيير، لا أعتقد أننا سنحتاج ليس فقط لأسبوع، سنحتاج لعشرات السنين. طيب يا سيدة نادية، جمال بن عمر اليوم أيضا قال أن الهدف من اللجنة هو بلورة حل توافقي للقضية الجنوبية، وأيضا قال بعد ذلك أن ساعة القرار حانت. هل تعتقدين أن هناك موائمة بين كلمة التوافق وبين كلمة ساعة القرار؟ من يقصد بمن يفترض بهم أن يتخذوا القرار؟ الذي يفترض بهم أن يتخذوا القرار جميع من هم في اللجنة، سواء اللجنة المصغرة أو اللجنة الكاملة اللجنة 40. جمال بن عمر حريص جدا على أن ينجح الحوار، وقد قدم جهود رائعة لليمن على أن تخرج اليمن من الوضع الذي فيه إلى الوضع أفضل. فعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في هذه اللحظة، لأنها لحظة تاريخية، فيجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته أمام الشعب كامل وأمام الله عز وجل. متفائلة؟ أنا متفائلة جدا لثقتي أنه نحن لثقتي أولا بالشباب وبمكون الشباب، أن نحن الشباب الذي قدموا دماءهم في الساحات لن نخذل تلك الدماء، ولن نخذل الدماء الذي قدمت، ولن نخذل شهدائنا أبدا، ولن نترك أحد يدمر الوطن بعد أن دمره. نحن خرجنا في الثورة من أجل بناء الوطن، من أجل بناء دولة مدنية حديثة، سنثبت وجودنا سواء داخل الحوار أو خارج الحوار. الأستاذة نادية عبد الله، عضوة مؤتمر الحوار الوطني وعضوة اللجنة المصغرة المشكلة أخيرا للحلول والضمانات في فريق القضية الجنوبية، شكرا جزيلا لك. حقيقة ضيوفي اليوم بعثوا فيني شحنة من الأمل كبيرة جدا. طيب أستاذ صلاح، الآن اللجنة هذه ستضع حلول وضمانات لتنفيذ الحلول كما يبدو من قبل، طيب لكن نتكلم على الشماليين الآن، يعني بين قوسين أبناء المحافظة الشمالية، خرجنا بالحوار وبحلول وضمانات أعطيت لأبناء الجنوب، لكن بعد أن نخرج يعني قد نجد فصيل مسلح مثل فصيل علي سالم البيض ربما يحرك الشارع ضد هذه القرارات. من الذي سيعطي الضمانات لأبناء الشمال أن ما سنخرج به من هذا المؤتمر سيمشي على الجميع؟ كيف ترى الأمر؟ عندكم فصيل مسلح وعندنا فصيل مسلح. عندكم فصيل مسلح في صعدة لا يسمح إلا لصوت واحد ولون واحد وشكل واحد وعندنا كذلك فصيل آخر لا يسمح إلا بلون واحد وشكل واحد. نسوي فيهم واحد. النظام والقانون. يعني على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتطبق النظام والقانون، لكن قبل تطبيق النظام والقانون إقامة العدالة على الأرض. إقامة العدالة على الأرض، النقاط 31 ينبغي أن يرتفع الصوت اليوم. جمال بن عمر جزاه الله خيرا إذا كان قد بذل من الجهد الكبير صحيح. مع غيره من, 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 من الرعاة للمبادرة الخليجية والرعاة لهذه المرحلة التي تمر بها اليمن، عليهم أن يكملوا مشروعهم ومشوارهم فيرفعوا الصوت عاليا بأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تطبيق هذه الأمور النقاط. يعني الدولة اعتذرت والحكومة اعتذرت، لكن هل يكفيني الاعتذار؟ أنا كمواطن في حضرموت أعيش كل يوم القتل والاغتيالات والانفلات الأمني والتدمير والتهريب والتخريب والنهب إلى اليوم، إيش يفيدني الاعتذار؟ لا يفيدني شيء. يعني نحن أن نرى الاعتذار واقعا على الأرض وعلى رئيس الجمهورية والحكومة وعلى القوى الوطنية وعلى الرعاة لهذه المبادرة أن يدركوا أن الحوار الوطني
ليس النجاح الحوار الوطني بمجرد أن يتخذ القرار لما يكون ساعة القرار قد حانت، نعم حانت، أو أن يتم التوقيع على شكل معين أو نظام معين أو مخرجات معينة. لا، النجاح الحقيقي قبول هذه المخرجات في الشارع، قبولها لدى المواطن من قبل الجمهور، من قبل الجمهور، من قبل المواطن الذي يريد أن يرى حياته اليومية تتحسن، يريد أن يرى التغيير. يا أخي إلى الآن لا يزال عناصر تعبث بمكتسبات الشعب وبمقدرات الشعب وبمؤسسات الدولة بسلطة ومال الدولة، ولم يتخذ قرار بتغييرهم أو تبديلهم، ثم تريد الناس أن يتقبلوا. لا شك أن هذا هو الذي يفقد الناس الثقة في الحوار وفي الدولة والنظام والوحدة والثورة والرئيس والحكومة والأحزاب، في كل شيء يفقدهم الثقة لأنهم لم يروا تغيير، رأوا ثورة ولم يروا تغيير. نعم، القضية تتعلق اليوم بأمور عاجلة في أن يحدث هناك تغيير واضح وواقعي يشعر به المواطن. يا أخي الآن في حضرموت تجاوز عدد القتلى من الضباط بهذه الدراجات وبهذه الاغتيالات أكثر من 85 ضابط إلى الآن في الأمن السياسي فقط. نعم صحيح. في الأمن السياسي والبحث الجنائي، وبعضهم في الأمن المركزي وبعضهم في الأمن العام. 85 ضابط كلها تسجل ضد مجهول، دراجة نارية تقتل ضابط برتبة عقيد، والفترة الأخيرة هذه اللي قتل فيها الشهيد عمر بن عمر الذي نسأل الله أن يتقبله شهيد، دخل القاتل إلى الحارة إلى تحت البيت حقي، هذا جاري خرج من مسجد الصحابة الذي أنا أخطب فيه بس أنا ما كنت موجود، خرج من المسجد صلى الجمعة وخرج وجد القاتل فقتله على 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 مقربة أمتار من باب المسجد وأمتار من بيتي. يعني ما الذي يحدث في الجنوب؟ ما الذي يحدث في حضرموت حتى تقول للناس تقبلوا مخرجات الحوار؟ يا أخي غير، اضبط الأمر. لربما بعد أن تكون مخرجات الحوار تبلورت وخرجت إلى أرض الواقع، التسويف لا يخدم الحوار، التسويف لا يخدم الحوار ذلك؟ ولا يخدم الثورة. لا يعني أقصد أن إجمالي التصحيح والتصحيح والتغيير يجب أن يكون هو عبارة عن حزمة واحدة تخرج بكاملها من المؤتمر الحوار الوطني، وبعدها يمكن أن نحاسب بعد ذلك الدولة والحكومة والرئيس ونقول الآن خرجت حزمة من جميع أبناء اليمن واتفقوا على هذا الأمر والآن يجب عليكم أن تنفذوه على أرض الواقع. لا، بس أنت تحتاج إلى 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 أن يقبل، أنت تحتاج إلى شعب يخرج بمسيرات ترحب وتبارك، أو تتوقع، وهذا ما أتوقعه، أن تخرج مسيرات عارمة ترفض. هذه مشكلة. أنت أيهما تتوقع أنت؟ أنا أتوقع الرفض إذا تم تعطيل وتأخير هذه القرارات وهذه النقاط وتطبيقها على الأرض. يا أخي أنا أمام واقعين مرين، طائرات أمريكية بدون طيار تقتل، وشباب يعني غاضب يقتل. نعم. يقول لك يا أخي هذا أمريكي يقتلني بصفقة مع الحكومة، فأنا سأقتل الحكومة هذه وأستهدف هذه الحكومة، أوقف هذا وهذا، طبق نظام وقانون، تحمل مسؤولية البلد على الجميع، على الجميع. طيب. وعلينا جميعا أن نتحمل المسؤولية، ثم بعد ذلك كل المواطن تقبل مخرجات حوار. لكن يا أستاذ صلاح، يعني حتى لو افترضنا حسن النية وافترضنا أن الدولة قامت بما عليها، و يعني الآن مؤتمر القاهرة للقيادة الجنوبية المؤقتة يعني حضر فيها علي ناصر محمد وحيدر العطاس، فقط رجوع محمد علي أحمد إلى المؤتمر الحوار الوطني أثار غضبهم وتصريحات نارية شديدة، يعني فما بالك لو خرجنا بحلول ونقاط، يعني مثل القيادة التي ترفض الآن الحوار الوطني وما يجري فيه، ألا يمكن أن تهيج الشارع حتى لو كانت الدولة والحكومة وكل أعضاء المؤتمر الحوار الوطني على قلب رجل واحد في إصلاح الأوضاع في البلاد؟ وأنا قلت لك قبل قليل أن المشكلة لدينا في الجنوب في هؤلاء، وأنا اتصل لحيدر العطاس شخصيا قبل الذهاب إلى القاهرة عندما أعلننا عن فكرة الإقليم الشرقي، وقال أنا لا أريد أن تكونوا سبب في شق صف الجنوبيين. قلت له يا أبو معتز نحن لم نشق صف الجنوبيين، صف الجنوبيين مشقق ومهلهل بسبب صراعات الماضي والصراع والأنانية على السلطة والأنانية والاستبداد الذي مورس على الجنوب. أما الإقليم الشرقي فلا يضر لا الجنوب ولا الشمال، بل بالعكس هو رسالة طمأنة لكل أبناء اليمن أننا سنكون في شكل، في دولة جديدة ونظام جديد. يا أخي نريد أن نؤمن ثروات البلد وثروات الوطن من خيرة أبناء الوطن. هذه المنطقة فيها أأمن الرجال على ثروات الدول المجاورة كلها، ثم تأتي لي بتعيين
من 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 محافظة أخرى لتعين مدير مالية في حضرموت، وأهل حضرموت هم أهل المال وأهل التجارة وأهل الاقتصاد وأهل النزاهة، ولا نزكي على الله أحد، أهل اليمن إن شاء الله جميعا فيهم خير، لكن المؤسف له أن هذا الأسلوب الذي مورس في الماضي. نحن نريد أن نغير هذا الشكل. نرجع للعطاس. نعم. نرجع إلى العطاس أول شيء من المكالمة. نعم. خرجت بالمكالمة. لكن ليفهموا أن القضية لم تعد اليوم تتوقف عند العطاس أو البيض أو محمد علي أحمد أو غيره. لا لا. لا يوجد تأثير. لا يوجد تأثير. خذها مني. الناس يا أخي أول أمس محمد علي أحمد مع احترامي له ولغيره من الرجال الذين يعني نكن لهم الاحترام والتقدير، لكن نريد منهم إيجابية. محمد علي أحمد وأنا والأستاذ أنصاف مايو والأستاذ محمد سالم باسندو رئيس الوزراء وغيره رفعت صورنا في عدن في عيد الفطر المبارك في مسيرة للحراك الجنوبي وعليها إكس وأننا خونة. صحيح. فكيف نقول أننا نمثل الجنوب؟ وكيف نقول أننا نمثل الحراك الجنوبي؟ هذه قضية خطيرة جدا ومهمة. إذا هذا شعب يريد حق ويريد أن يرى واقع على الأرض. كيف شكل هذا الحق؟ طبعا رفعوا سقف. قالوا حتى لا نريد دولة. تحقيق هذا الحق يحتاج وقت. لا ما يريد وقت. يحتاج وقت. يريد شجاعة في اتخاذ القرار. اتخاذ القرار بتغيير القرار منكم رئيس وزراء من أبناء الجنوب. الرئيس من أبناء الجنوب. لا لا. لماذا لا يتخذ القرار؟ الرئيس لديه قوى وطنية وهو رئيس توافقي. على هذه القوى الوطنية أن تلتف حول عبد الرب منصور هادي حول الرئيس وأن يحسموا قضية التغيير. لا يختلفوا على محافظ أو سفير أو مدير أو غيره. أما بالنسبة للزعامات السابقة والرؤساء الذين كل واحد منهم يقول أنا رئيس للجنوب وأنا ممثل شرعي للجنوب، عندما يكون هناك واقع حقيقي على الأرض وعدالة على الأرض، أبناء هذه المحافظات وأبناء الجنوب جميعا هم من سيتخلى عن هؤلاء جميعا. طيب. وهم يدركون ذلك. يصر. أما إذا هم تحملوا المسؤولية وأتوا جميعا وغلبوا المصلحة الوطنية فسيرفعوا فوق الرؤوس جميعا، لكن الأصل أن لا يتصارعوا ويستجلبوا صراعات الماضي من أجل مصالح شخصية أو أنانية أو غيرها ويتاجروا بالقضية الجنوبية أو بقضية الشعب الجنوبي. طيب. ويتهموننا بالعمالة والخيانة. أنت من أبناء الجنوب، الرئيس عبد الرب منصور هادي من أبناء الجنوب، رئيس وزراء من أبناء الجنوب، الآن أمام الملايين، بالله عليك ما الذي يمنع، إذا أنت بتقول المسألة مسألة قرارات، ما الذي يمنع رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من اتخاذ القرارات هذه بصورة واضحة؟ خلاف في التوافق. أمام الناس. خلاف في التوافق. هذا شيء. تخوف من 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 أن يحدث قرار من القرارات انسحاب مكون من مكونات الحوار الوطني فيعلق الحوار الوطني أو يفشل الحوار الوطني، هذه كلها محاذير لدى الأخ الرئيس ولدى الحكومة. لكن أنا أتمنى من الرئيس ومن الحكومة ومن القوى الوطنية المشاركة في الحوار الوطني والمشاركة في الحكومة أن تدرك أن الحوار الوطني لا يعني أن نوقع على أوراق وقرارات ونصوص دستورية ومواد دستورية وتوصيات وغيرها. لا، الحوار الوطني يعني قبول بهذه المخرجات لدى الشارع ولدى المواطن المسكين. الشارع والمواطن يريد أن يرى عدالة. يا أخي أول أمس قاضي القاضي سالم عبدون من قضاة حضرموت الكبار يختطف إلى شبوة لأنه رفض أن يصدر حكم في قضية معينة، مضبوط؟ ثم يتم الحوار مع قاضي يختطف، ثم يتم الحوار مع الخاطفين واتصلوه إلى بيت فلان وأنا بنفسي جلست مع الشيخ عوض بالوزير العولقي وهو في بيته الآن في شبوة، قلت له يا شيخ عوض نحن الآن في الحوار الوطني ونؤسس لدولة مدنية ولدولة نظام وقانون، جماعتك الآن اختطفوا أخونا وابننا وأخوكم وابنكم، لكنه قاضي حضرمي في حضرموت في المكلة وللقضاء هيبته والمطلوب وللقضاء هيبته ولسلطة الدولة. الآن انقل هذا الرجل إلى صنعاء إلى بيتك هنا في صنعاء مثل ما نقلتموه من حضرموت، لأنه يقول أنا خايف على حياته أعيده إلى حضرموت أخشى أن يكون هناك خطر، انقله إلى بيته إلى بيتك في صنعاء، اجعله ضيف عندك في صنعاء، نأتي نزوره، يأتي أهله وإخوانه يزوروه،
يعني القضية تحتاج إلى تدخل طيب سريع لحل مثل هذا. هذا الشاهد. يعني أنت تبحث عن مسألة أنه يجب أن يكون هناك قرارات للتغيير، وأنت الآن قلت سلطة دولة. نعم نظام وقانون. سلطة الدولة لن تتم إلا برجال يستطيعون أن يغيرون على المنافذ التنفيذية والأدوات السائقة منها ما هو. وأنت تقول الآن أنت التمست العذر الآن للرئيس ولرئيس الوزراء ولغيرهم أنه يخافون أن اتخاذ قرارات معينة قد تؤدي إلى شق الصف في الحوار الوطني. بمعنى هل سننتظر أو نقول للناس أبناء الجنوب وأبناء الشمال أن القرارات التي ستنتج صدوركم ستخرج بعد أن ينتهي الحوار الوطني ويخرج إلى بر الأمام؟ لا، أنا أقول ممكن أن تعطى هذه الرسالة، لكن ما الذي يمنع أن القوى الوطنية والمكونات المشاركة في الحوار والقوى الوطنية والمكونات المشاركة في الحكومة أن تلتقي مع الرئيس وتحسم هذه القضية قبل انتهاء الحوار الوطني حتى تهيئ وتمهد الأجواء لقبول مخرجات الحوار؟ لكن الناس ولماذا لا يحصل هذا؟ نحن ولماذا لا يحصل هذا؟ نعم، أنا أتساءل مثلك، لماذا لا تكون مثلا دعوة منك إيجابية؟ أنا أدعو ودعوت حتى في ذكرى المحرقة المشؤومة في تعز، والكلمة التي قلتها هناك في تعز الثورة والصمود، قلت هذا الكلام، وقلت أن الحوار الوطني نجاحه لا يعني مجرد التوقيع على مخرجاته في أوراق، نجاح الحوار الوطني قبوله من قبل الشارع والمواطن والشعب، والشارع والمواطن والشعب ينتظر قرارات حاسمة وجريئة وسريعة وقوية تنصف هذا الشعب وتقيم عدالة ونظام وقانون. يا أخي أنا أقول الآن والوقت يداهمنا والوقت أصبح ضيق، أن على القوى الوطنية أن تتحمل مسؤولية التاريخية. الحوار الوطني أوشك على الانتهاء، لكنه في خطر إذا رفض. عليهم أن يدركوا هذا من الشعب. المخرجات، أنت تتكلم عن المخرجات يجب أن تكون مخرجات قوية وتلبي طموحات وتطلعات الناس، وكذلك اعطيهم أمل ومهد في الشارع، مهد بقرارات عاجلة قبل انتهاء الحوار الوطني يجد الرئيس فيها دعم وتوافق القوى الوطنية المختلفة، ثم تصدر هذه القرارات وتعاد أراضي الناس ويعاد المفصولين وتعاد حقوق الناس وينتزع الحق الذي أخذه بعض المتسلطين وبعض القوى التي تنهب النفط وتنهب الثروة وتتقاسم الأرض. تقف عند حدها يا أخي، إلى الآن تقسم الأرض وإلى الآن تقسم الثروة. أوقفنا في فريق الحكم الرشيد، وأشكر إخواني في فريق الحكم الرشيد أن وقفوا هذه الوقفة الشجاعة، أوقفنا مشكلة كادت أن تعصف كذلك باليمن في توقيع صفقة مع شركات جديدة نفطية لعقود طويلة نفطية. ما الفائدة من الحوار إذا كان هناك من وراءنا من يوقع خارج القانون في باتفاقيات، ونبيع مثل ما بعنا الغاز نبيع البترول ونبيع الديزل ونبيع هذا كلام طيب. خطير جدا. الأستاذ صلاح بتيس، لو وجهت رسالة أنت يمكن توجهها أنت في فندق الموفنبيك، لكن أمام الملايين، توجه رسالتك إلى اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في فريق القضية الجنوبية، ماذا ستقول لهم أمام الملايين على الأثير؟ أقول لهم اتقوا الله عز وجل وتحملوا مسؤوليتكم التي حملتم إياها. أنتم الآن تتحملون مسؤولية 25 مليون أو أكثر من أبناء اليمن، بل تتحملون مسؤولية الوطن كله بناسه وأمواله وثرواته ومستقبله، تتحملون المسؤولية. فاجعلوا صراعات الماضي خلف ظهوركم، واجعلوا الانتماءات السياسية خلف ظهوركم، واجعلوا حظوظ النفس خلف ظهوركم، وانظروا أمامكم شعب ينتظر قرارات تنصف هذا الشعب المظلوم في الشمال والجنوب، لأن حل القضية الجنوبية هو سيحل مشكلة اليمن كله في الشمال والجنوب. لذلك أتمنى أن يضعوا أيديهم في أيدي بعض، وأن يغلبوا المصلحة الوطنية، وأن يبتعدوا عن المناكفات السياسية وصراعات الماضي والأنانية، لأنه حقيقة أنا أسفت أن يكون هناك يعني خلاف في تشكيلة أشخاص أو تعيين أشخاص معينين، حتى اضطر فصيل الحراك الجنوبي أن يأتي بممثل من خارج فريق القضية الجنوبية، وهذا فيه قدح وفيه جرح لأعضاء فريق القضية الجنوبية 40. لا يوجد منهم شخص. هي مخالفة هذه مخالفة طبعا، لكن الناس تجاوزوا حتى يكون هناك حسن نية وبوادر وأمل في أن تغلب المصلحة الوطنية، وأن نتجاوز التسلط، وأنه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أو لم تلده أمة الذي يقول هذا الرأي أو هذا الفكرة أو هذا الأطروحة، هذه نبتعد منها، لأن الناس قد تجاوزوها، والماضي كشف أن هذا الصوت
الواحد هو الذي أوصلنا إلى هو الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه، ولن نقف عنده إن شاء الله، وسنمضي بإذن الله. الأستاذ صلاح بتيس، عضو فريق عضو مؤتمر الحوار الوطني وعضو فريق الحكم الرشيد، كنت معي في المحور الثاني، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم أعزائي المشاهدين في نهاية هذا المحور ونهاية هذه الحلقة. أنا الحقيقة يعني أتمنى إن شاء الله أن تتحلحل قضايا الوطن جميعها إلى الخير وإلى الإيجابية وإلى السلام وإلى العلو والمجد إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما في كل لحظة أننا نكون يد واحدة متفاهمين، نتحاور ونتفاهم ونخرج إلى أطر تعلي من مكانة بلادنا إن شاء الله بين الأمم وبين الشعوب. بالنسبة لي أنا خرجت من هذه الحلقة متفائل، وأرجو كذلك أن تكونوا خرجتم كذلك متفائلين. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أيها الرب.